بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة. أعرب سموه فيها عن بالغ تهنيه وأطيب تمنياته لسمو أمير دولة الكويت بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم، سائلا المولى عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق ويديم عليه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والنماء والازدهار في دولة الكويت وخدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك. وأكد سموه في البرقية على اعتزازه بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، والتي تجسد الروابط الأخوية المتينة ووشائج القربة والمحبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وأعرب سموه عن ثقته بأن علاقات الأخوة والتعاون الوثيقة والتي تطورت وتوثقت على مدى سنوات طويلة ستبقى بإذن الله راسخة عميقة بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، داعيا المولى تعالى أن يحفظ دولة الكويت الشقيقة وشعبها العزيز ويديم عليها عزها ورخاءها وتقدمها تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح.